معانا دلوقتي برضو النهارده ما شاء الله، يعني زي ما قلت لحضراتكم في الوسط الفني كان لهم احتفالات خاصه، ومعانا كوكبه كبيره جدا من نجوم الفن. وزي ما اقول لحضراتكم مصر بعد البطوله ال11 بقت لون مصر كلها تزينت باللون الاحمر. معانا برضو واحد من الفنانين الكبار جدا المعجونين بقى بميه الاهلي اثناء التصوير اثناء عمله، تلاحظ ان دايما حتى معاه تليفونه عشان يشوف نتيجه الاهلي ويشوف مباريات الاهلي ويتابع دايما الاهلي. قبل ما اقدمه تعالوا نشوف الفيديو بتاعه وهو مشغول برضه بيتابع مباريات الاهلي. تعمل ايه يا فراج دلوقتي واحنا خلاص الكوره مقطعه بعضها؟ لا ده الاهلي، ده الاهلي مش عايزين رغي كتير، ده الاهلي. اوكي تعمل ايه يا فراج دلوقتي واحنا خلاص الكوره مقطعه بعضها؟ لا ده الاهلي، ده الاهلي مش عايزين رغي كتير، ده الاهلي. ده الاهلي، ده الاهلي، ده كان رد وده كلامه الفنان الكبير محمد فراج. مساء الفل يا فنان ومنور قناه الاهلي، والف مليون مبروك على البطوله ال11. مساء الفل يا كابتن اسامه، مساء الفل يا كابتن شريف، مساء الفل، مساء الفل عليك، الفل عليك. مصر يا كابتن مصر، مساء الفل يا حبايبي، والف مليون مبروك للنادي الاهلي وكل جماهيره ومجلس ادارته واللعيبه ودايما يا رب كده في المكانه اللي احنا دايما نستحقها دايما يا رب ان شاء الله. جبنا فيديو دلوقتي حتى وانت مشغول تليفونك بتتابع مباراه الاهلي. يا بضحتي جبت فيديو ايه؟ وانت ماشي في الشارع وفي مباراه للاهلي وحريص انك تتفرج على المباراه وماسك تليفونك بتقول هو ده الاهلي؟ لا الاهلي ما ينفعش. لا طبعا ده اصل دي بتحصل كتير يا كابتن كابتن اسامه، انا ما اعرفش انت جبت انه حتى بالظبط. لا ما تقلقش منا في مصر مره في حته عادي. متابعينك ومراقبينك في كل حته ما تقلقش. طبعا 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 يا حبيبي، الف مليون مبروك، اخباركم ايه؟ كله زي الفل. قول لي بقى شفت البطوله ال11 ازاي للنادي الاهلي؟ وكان عندك يقين النادي الاهلي قادر انه يرجع بالبطوله من كازابلانكا رغم الظروف الصعبه والاجواء الصعبه هناك؟ لا بص هقول لك على حاجه، وحكايات ربنا والله العظيم ثلاثه، فكره اليقين دي انا بتبقى جوايا دايما وحكايات ربنا، حتى في احلك الظروف الموضوع بيزيد عندي، يعني كل ما رب كل ما يعني حتى بيقول لك بدايه لما فرجت. يعني انا بحس كده، وعلى فكره هي ليها معانا علامات واشارات كتير في مواقف كتير قبل كده. مش كل البطولات اللي خدناها كانت جايه لنا على طبق من ذهب خالص. بالعكس تماما. ومع ذلك انا من ساعه لما عدينا من دور المجموعات بفضل الله اولا واخيرا وبمجهود كل الفريق، انا قلت البطوله دي بتاعتنا ان شاء الله، او على الاقل على الاقل كل اللعيبه بالجهاز الفني بالاداري وكل المنظومه كلها الحته دي جواها في قلبها. طبعا انت مش عارف ايه اللي هيحصل وربنا هيريد ايه في الاخر، انت بتعمل اللي عليك وبتشوف النتيجه هتحصل ايه. لكن انا كان عندي يقين وكنت متاكد ان الناس كلها حتى بعد تاخر الاهلي بهدف والنادي الاهلي دخل فيه هدف في الشوط الاول وكانت الظروف صعبه والجماهير والحكم كان عندك ما تقفش عليك برضه يا كابتن اسامه. 2-0 هو يعني هو الفرق جون، 2-0 من 2-1 ما فرقتش. لا هي في حالتنا دي لا، الجون ده فرق كتير جدا. اي نعم ضايق، هو مش ضايق، هو قلق، هو خوف الناس، قلقها شويه. طبعا اي حد، انا عن نفسي واحد من الناس رغم اني كنت متاكد ان شاء الله باذن الله غير ان احنا اقوى فنيا وتكتيكيا وبدنيا، لكن الكوره مالهاش كبير، فانت مثلا اهو يعني هم جابوا جون في الماتش الاولاني، فاهم قصدي؟ شفت المباراه فين؟ الماتشين شفتهم في البيت. لانه الماتش الاولاني انا ما كنتش في القاهره، الماتش الثاني كنت بره كان عندي شغل وخلصت متاخر وجيت طيران. يعني لحقت بالظبط، جيت في الشوط الاولاني كانت الدقيقه 30 بالظبط. مين اول حد كلمته بعد المباراه عشان تحتفل معاه بقى بتتويج الاهلي بالبطوله؟ هو انا ومراتي طبعا اللي كنا بنتفرج في الاول، لكن التليفونات بقى كانت بتجيلي انا، عارف اللي هو لانه عارفين ان انا اللي هيبقى انا الخوف عليا انا، فالناس كلها كانت بتجيلي بتكلمني بتبارك لي يعني. لا بس هو ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله رب العالمين انها عدت كده بكل خير وسلام، لانه يعني كانت هتبقى يعني هتبقى في حته ثانيه خالص. لذيذه لا قدر الله. لا لا مش لذيذه ايه ده، اللذيذه دي كلمه محترمه قوي. كانت هتبقى كرب يعني. الحمد لله رب العالمين جبناها كالمعتاد من بق الاسد، الحمد لله رب العالمين. الفنان الكبير محمد فراج حريص انه يتابع مباريات الاهلي وايضا من الملعب، حضرت المباراه الاخيره للنادي الاهلي كانت مباراه تتويج
وكان ليك صور حلوه مع لاعبي النادي الاهلي، كانت مباراه السوبر صح في الامارات. ده حقيقي، كان ماتش 2-0. كريم فؤاد وبرونو سابيو، اهلي وزمالك في بدايه الموسم، وكانت اول مباراه للنادي الاهلي مع كولر في تتويجه في بطوله السنه دي. لا انا رحت الامارات مخصوص طبعا. لا يعني، وبعدين كمان كان ماتش كابتن اسامه، انت معجون كوره، وكابتن شريف معاك معجون كوره، انتوا عارفين كويس قوي معنى انك تشوف الماتش في التلفزيون او في الكافيه او في اي حته مهما كانت فاير وزحمه وفيها فايبس وحالات حلوه، غير انك تشوفه في الاستاد تماما. دي بالنسبه لي دي خروجه في حد ذاتها يعني. ما وبعدين ده ماتش مهم، وماتش الاهلي ومع الزمالك، فانت يعني لا لازم نروح طبعا. بطوله خاصه دي، بطوله بص هقول لك على حاجه، عشان برضو محتاج اوضح حاجه للناس عموما كلها بكافه انتماءاتها يعني. ودي حقيقه، انا مش بجيب الكلام ده من عندي ولا انا اللي مألفه، دي حقيقه وواقع بتشوفه كل يوم مع كل ماتش مع كل بطوله. النادي الاهلي غير، ودي مش حاجه تضايق، هو ربنا خلقنا كده يعني. النادي الاهلي غير، انا مش بتكلم اقسم بالله يا كابتن اسامه علشان انا معجون بميه الاهلي ولا الاهلي في قلبي ولا ولا ولا، بس كده لا، انا بتكلم بعقل دلوقتي، ده كلام حقيقي. احنا في حته ثانيه يا جماعه، على مستوى مصر، على مستوى افريقيا، ودلوقتي بقينا على مستوى الساحه العالميه عاملين ازاي، الرانكينج بتاعنا، ترتيبنا العالمي، مانشستر سيتي ولما بعت النادي الاهلي برقيه تهنئه بوصوله لكاس العالم للانديه، دي مش يعني معلش انا اسف، الكبار بيتواصلوا مع بعض دايما يعني. ما احنا شفنا التهاني والرسايل والتويتات من الانديه العالميه بالنسبه للنادي الاهلي بعد تتويجه. لا حاجه بص يعني، انا بجد انا فخور والله العظيم ثلاثه، ما عشان لسه كاسبين البطوله اول امبارح، الكلام ده من زمان جدا من ايام ما كنت بلعب في الاهلي. انا فخور ان انا بحب هذا النادي وبنتمي لهذا النادي، لانه حبي ليه مش مجرد مشاعر واحاسيس لبطوله خاصه، لا انا ممكن اكلمك عن ناس معينه بعينها في النادي، ممكن اكلمك عن تاثري بناس معينه في النادي، حتى لو ما بطلت كوره بس الباشن جوايا، اكلمك على مواقف حصلت لي مع ناس كتير قوي من اصحابي اللعيبه، اكلمك على ناس ايام عشتها في النادي او حكيت عنها ناس ثانيه يعني انتوا الاثنين اصلا يعني اتربيتوا وعشتوا قد كده في النادي الاهلي، فانتوا الكلام اللي انا بقوله دوت اكيد عارفينه وحافظينه وعن ظهر قلب. فانا حبي وانتمائي للنادي بجد بجد هو مصدر فخر ليا والله العظيم. ان شاء الله نشوفك بقى بتتويج النادي الاهلي وموجود في الملعب ببطوله الدوري البطوله القادمه باذن الله. ان شاء الله باذن واحد احد جايه ومعانا وعندنا ماتشات مهمه اكيد، حتى لو في الدوري، وعندنا ماتشات مهمه في نهائي السوبر الافريقي، وعندنا ماتشات الاهلي ما بتخلصش ماتشاته هو فكان الله في العون، وربنا يخليكوا لينا يا رب دايما ويكرم النادي وكابتن محمود الخطيب، ربنا يديله الصحه ويوفقه وينجحه دايما كمان وكمان، وكل اللعيبه، مستر كولر، الجهاز الفني الاداري، بجد كلهم الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ربنا يحرسهم دايما في زياده ونجاح وتالق دايما يا رب ان شاء الله. واحنا بنشكر الفنان الكبير والمتالق دائما محمد فراج على مداخلته وكمان على كل اعماله، كانت مداخله مهمه من الفنان محمد فراج.